روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استمع إلى قينة صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. والآنك الرصاص المدام. صب هذا من باب التعذيب والعياذ بالله. الرصاص المذاب يصب في أذنيه، من يصبر على الرصاص المذاب في الأذنين؟ لو يدخل في الأذنين ماء تألمت، ماء بارد تتألم، فكيف إذا صب فيها الرصاص المذاب في نار جهنم والعياذ بالله؟ جزاء من يستمع إلى الأغاني. نعم.